إذا محسن زواق مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، اليوم في إطار العلاقة اللي كتربطنا مع الجامعة أورو متوسطية والدعم اللي كنحصلوا عليه من هذه الجامعة هذه وفي شخص الرئيس ديالها بطبيعة الحال، تسلمنا اليوم واحد العتاد ديال الطابعة ديال ثلاث أبعاد يعني أمبريمون ترودي. هذا التجهيز هذا يمشى لصالح المختبر اللي غيمكن التلميذات والتلاميذ ديال المستوى التقني من التدريب ومن صنع آليات وابتكارات اللي غتمكنهم من التمرس ومتمكن واحد المجموعه من الامور اللي غتفتح لهم افاق جديده. طبيعه الحال العلاقه مع الجامعه الاورو متوسطيه هي اكثر بكثير من العمليه هذه، فهذه محطه بين المحطات، ولكن هناك عناوين كبرى، هناك تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، تعاون في مجال تكوينات التميز، في مجال المسارات الرياضيه، ويعني مشاريع كبرى وكثيره اللي كتربطنا الان مع الجامعه، وامنا كبير على ان هذه العمليه هذه غادي تعطي وتعود بالخير ديالها والثمر ديالها على أكاديمية على التلميذات ديال هذه الجهة وعلى أطر التمدرس كذلك. فهذه الاتفاقية هذه هناك يعني بالإضافة لهذه النقط اللي ذكرت اللي يكون هناك تكوينات للسادة الأساتذة اللي غادي يمكن لهم يستفدوا منها، واللي بفضل هذه التكوينات هذه غادي يمكن يتفتحوا أفاق أخرى لتطوير الذات ولتطوير يعني تتبع آخر ما يعني مستجدات البحث العلمي والتكنولوجي اللي ما فيه الفائدة ديال التعليم العلمي والتكنولوجي بصفة عامة. شكرا لكم.